الصديق نتاعنا الحقيقي هو الذي له الذي اللي يتعاون معنا. في تاريخ 27 ديسمبر من العام 1978 توفي الرئيس هواري بومدين، ومع مجيء شادلي بن جديد إلى الحكم أدرك بأن بقايا النظام السابق ذو التوجه الاشتراكي لا يزالون يتحكمون في دواليب السلطة. واجهنا الحقيقة، ولمواجهتهم أمر بفتح المجال للإسلاميين حتى تتغير موازين القوة السياسية في البلاد. البلاد الإسلامية شرقها وغربها، فقام بالعفو عن جماعة الموحدين التي كان يتزعمها الشيخ محفوظ نحناحة. وعند خروجهم من السجن وجدوا بأن الصحوة الإسلامية توسع انتشارها، فقرروا إرشادها حسب تعبيرهم أو احتوائها حسب تعبير خصومهم. فظهرت صحوة إسلامية عارمة تحتاج إلى قيادة رشيدة تضمها. خرجنا من السجن وجدنا أن المد الإسلامي عبارة عن سيل، فماذا نفعل؟ حاولنا قدر الإمكان أن نجمع شتاته وأن نحوله إلى مسار طيب يصب في خزانات نستعملها. ومن الجماعات التي كان لها نشاط في تلك الآونة خاصة في الجامعات الاشتراكية في بلادنا كانت بالأمس القريب أنها اختيار لا رجعة فيه، جماعة البناء الحضاري التي اشتهرت باسم جماعة الجزأرة. وكانت هناك أيضا جماعة الإخوان المحليين بالشرع وتطبيق قناعاتنا النظرية التي اشتهرت باسم جماعة الشرق. في هذه الأثناء رجع عباسي مدني من لندن حاملا معه شهادة الدكتوراه، فشغل منصب أستاذ في علم النفس بجامعة الجزائر. في أواخر سنة 82 900 وألف حاولت مجموعة من اليساريين، وهم المنظمة الثورية التي تفرع عنها حزب لويزا حنون حزب العمال، ومجموعة أخرى تنتمي للأففاس كان يشرف على قيادتها الدكتور سعيد سعدي، الذي أسس بعد ذلك حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. حاولت الجماعتان إلصاق إعلان يدعو إلى عقد جمعية عامة، فوقعت مواجهات بينهم وبين الإسلاميين، وصلت إلى حد استعمال الأسلحة البيضاء مخلفة قتيلا. وهو طالب جامعي من منطقة القبائل اسمه كمال أمزال. بعد هذه الحادثة تدخلت قوات الأمن واقتحمت الحي الجامعي وألقت القبض على المتهمين بالتورط فيها. وبتاريخ الجمعة 5 نوفمبر من العام 82 900 وألف يوجه الدكتور عباسي مدني نداء للمصلين، يطلب منهم التوجه يوم 12 نوفمبر إلى الجامعة المركزية لإقامة تجمع احتجاجا على ممارسات قوات الأمن. يوم الجمعة 12 نوفمبر ينتشر الإسلاميون في المكان داخل الجامعة وخارجها. ألقى عباسي مدني كلمة بخصوص الأحداث وأعلن عن البيان الذي قام بإمضائه الشيوخ عبد اللطيف سلطاني، أحمد سحنون، عباسي مدني، وقام الشيخ محمد السعيد بإلقاء خطبة الجمعة والصلاة بالجمع. وفي هذا الشهر تقوم جماعة تتبنى العمل المسلح واشتهرت باسم جماعة مصطفى بويعلي بالهجوم على مستودع في ولاية بومرداس، وتستولي على 160 كيلوغرام من مادة TNT. بعدها بتاريخ 17 نوفمبر يقع تبادل لإطلاق النار في مفترق الطرق القريب من وادي الرمان المسمى مونكادا، فتتحرك قوات الأمن لتقوم باعتقال أقارب مصطفى بويعلي وأصدقائه وكل من كانت له علاقة به أو بأحد جماعته. بتاريخ 25 نوفمبر تقوم قوات الأمن بإلقاء القبض على كل من ساهم وشارك في تجمع الجامعة المركزية،
حكم فيها على عباس مدني بسنتين سجنا، وتم الحكم بالإقامة الجبرية على كل من الشيخين عبد اللطيف سلطاني وأحمد سحنون، وألقي القبض أيضا على 7 قياديين من جماعة الجزأرة، وتم إطلاق سراح علي بن حاج والهاشم سحنوني وغيرهما. في هذه الأثناء ينتشر بيان تأسيس الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر مسجل بصوت مصطفى بويعلي، وزع في المساجد والأحياء الشعبية، أعلن فيه الجهاد ضد النظام الحاكم في الجزائر، مطالبا الجزائريين بالالتحاق بحركته المسلحة من أجل إقامة الدولة الإسلامية. الحركة الجزائرية الإسلامية المسلحة أخرجت بإذن الله للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتجاهد كل من أراد علوا في الأرض وفسادا. منهجها واضح كالشمس في كبد السماء، وكل من اعتاد لها ما هو إلا كافر أو منافق. في سبتمبر من سنة 1983 يتم إلقاء القبض على الشيخ علي بن حاج، وفي سنة 1985 تتم محاكمته مع 134 متهما في محكمة أمن الدولة بولاية المدية، وأدين الشيخ علي بن حاج بجنحة عدم التبليغ عن جناية سرقة المتفجرات التي قام بها مصطفى بويعلي وجماعته، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. بتاريخ 3 جانفي من سنة 1987 تتمكن قوات الأمن من القضاء على مصطفى بويعلي المدعو الشيخ ياسين مع بعض مرافقيه. وفي سبتمبر من سنة 1987 يتم إطلاق سراح الشيخ علي بن حاج بعد 5 سنوات قضاها في السجن. وقعت قضية مصطفى بويعلي رحمه الله على كل حال، ودخلت إلى السجن، وعندما حكم علي بمدة 5 سنوات سجن أعطي لي عفو بسنة، فرفضت العفو وقلت أنا سأكمل 5 سنوات ولا أحتاج إلى عفو من هذه الدولة، لأن المفروض هي التي تطلب مني العفو، لست أنا الذي أطلب، لأنني كنت أمارس حقي في الدعوة إلى الله عز وجل، ولم أقترف جرما ولم أقترف جناية.